بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 13 بعد 104، نتناول آيات من سورة الأحزاب. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أدب الاستئذان. أدب الاستئذان ده حضرة النبي كانت له حجرات لزوجاته، الحجرة تقريبا 3 متر في 3 متر. عايز تشوف حجرة النبي، شوف الأوضة اللي مدفون فيها النبي، الحجرة اللي مدفون فيها النبي وصاحبي أبو بكر وعمر، هتلاقي 3 في 3. حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يجلس ويعيش مع عائشة في هذه الحجرة اللي هي 3 في 3. لدرجة ايه؟ لدرجة ان السيدة عائشة تقول: والله كنت انام وامد قدمي، امد رجلي، وكان رسول الله يقيم الليل في حجرة عائشة، فاذا سجد يعني يزق رجلها عشان يسجد، فاذا قام وقف افرد رجلي. صدق هذا؟ فطبعا لو لقيت حد بيعمل كده تقول له: ايه ده، انت ما لقيتش حتة تصلي فيها الا دي؟ فاذا حجرات النبي كانت ضيقة، ففي ناس كانت مصممة على انها تخش اوض النبي وتقعد، فكانت بعض النساء تقوم تقف وتدي وشها للحيطة ثم الناس قاعدة. فطبعا ده كان تقيل قوي على النبي، يعني المكان مش واسع قوي. حضرة النبي ما عندوش قصور، ما عندوش فرندات، ما عندوش ساحات، ما عندوش حاجة. فعشان كده ربنا بيقول: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه. ما تستنوش وقت ما يعني مثلا في اكل بيستوي او في لحمه او في كذا، تقعد تستنى لغايه ما يستوي الاكل، تقعد ساعتين ثلاثه وحابس الناس، والناس يعني الناس مخنوقه. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناء. ما تبصوش بقى على الاناء او توقيت الاكل، اما الاكل يجي اتفضلوا كله، ولما يخلص انصرف اهو، ولكن اذا دعيتم فادخلوا، فاذا طعمتم فانتشروا. شوف الادب اهو، اذا دعيتم تدخلوا، الاكل جاي زي ما اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا كلوا وامشوا، لكن تقعد تستنى الاكل ما يستنى، اما ما يستوي يعني بنشوي لحمه ولا بنشوي حاجه، تقعد تستناها. ولكن اذا دعيتم فادخلوا، فاذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، عوش ترغوا بقى، فان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. شفتوا بقى كان بيزعلوا النبي ازاي؟ ناس قاعده وقاعده ترغي وقاعده تتكلم، وزوجات النبي واقفه، والواحده منهم واقفه ومديها وشها للحيطه مش عارف تعمل اي حاجه كتير. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الآية دي مهمة جدا جدا للناس كلها. طبعا وإذا سألتمهن متاعا، خلي بالك من المتاع دي، يعني أنا دلوقتي عاوز قلة، عاوز حلة، عاوز طبق، عاوز معلقة، عاوز بصلة، فأنا بخبط على اللي جنبي: لو سمحت عاوز طبق، عاوز حلة، عاوز صينية، عاوز كوباية، عاوز أي حاجة. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اللي بتفتح الباب المفروض انها بتفتح مواربة بس، مين كذا كذا، وانا كمان بدي جنبي للباب، يعني مش المفروض انا واحدة فتحت الباب وانا ببص كده وببص مين اللي جوه وقاعد لابس ولا مش لابس، ما ينفعش. ده لا ينطبق على العلم. يعني ايه لا ينطبق على العلم؟ يعني افترض ان المرأة الأستاذة المدرسة أو الطبيبة أو الأستاذة في الجامعة دي خارجة لابسة كامل هدومها وقاعدة، فما ينفعش اطبق عليها القاعدة اقول: اذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ده كلام مجانين. يبقى هناك فرق بين المتاع، الحلة والقلة والطبق والبصل اللي انت هتطلبه من واحدة في البيت قاعدة مش لابسة هدوم، ها، وما بين علم. واذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. لان انا قلت لكم ان مرة ابن عم للسيدة عائشة، هذا الرجل ذهب إليها في بيتها في غير وجود النبي وقعد معه، فسيدنا النبي لما دخل وكأنه آنس شيئا، يعني شم ريحة غريبة في المكان، فقال: هل حضر أحد؟ قالت: حضر ابن عمي فلان. فقال لها يا عائشة: لا يحضر إلا وأنا في البيت، ما يجيش تاني إلا ما أكون أنا موجود. فهي قالت له، السيدة عائشة أبلغته وأرسلت له رسالة، قالت له: يعني حضرة النبي بيقول إن أنت ما تجيش إلا لما يكون الرسول موجود. فالرجل يعني زعل واخذته العزه بالاسم، قال: ايمنعني ابنه عمي؟ هو النبي محمد يمنعني بنت عمي؟ والله لئن مات لا اتزوجنها، لما يموت انا هتجوزها. فطبعا ربنا زعل، يعني ازاي الكلام ده؟ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، ان ذلكم كان عند الله عظيم. عرفت بقى ان ما حدش يعرف يتجوز واحده يتجوزها النبي. ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليم. تخبي حاجه او تقولها قد بعض، تقول انا هتجوز مرات النبي بعد ما يموت، تقولها تعلنها او تخبيها ربنا عليك.
وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول على حكم مهم: لا جناح عليهن في آبائهن. طب افرض ابوها جه يزورها، يدخل؟ اه يدخل. خلي بالك بقى، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن، أخوها ماشي، ولا أبناء إخوانهن، ها، ابن أختها اللي هي خالته أو عمته، ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، العيال الصغيرة. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. مهم أوي هذه الأحكام، إحنا بنطبقها دلوقتي حتى على بيوتنا. يقول تعالى في سورة الأحزاب وهو يزكي النبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ودي بقى برضه بنعيدها تاني. كان في واحد زميل لنا في الجامعة كان بيصلي وبعدين بطل صلي، بقول له ما بتصليش ليه يا فلان؟ قال لي والله في واحد جه قال لي ربنا بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. يعني ربنا والملائكة بيصلوا على النبي وإحنا كمان نصلي على النبي، طب ليه بقى ناس تانية مثلا ما تصليش لعيسى؟ هي هي. قدر يضحك عليه، قلت له سبحان الله، ألفاظ القرآن لازم تعرف مرادها ولازم تعرف تفسيرها. الصلاة من الله صلة رحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة منا دعاء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد، يا رب ارحم محمد واكرم محمد وارفع محمد عشان لما محمد يتركها نتركها معاه. أنا ما بصليش للنبي، أنا بصلي يعني بصلي للنبي أو بصلي له زي ربنا. النبي ده عبد، إنما ربنا هو الإله، والنبي مش شريك لربنا في الملك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله رحمة، وصلاة النبي دعاء، وصلاتنا نحن إيه؟ دعاء برضه. دعاء واستغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا فيه. لكن المؤمن يعمل توازن، لأن ربنا قال قبل كده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبعدين أمرنا في الآيات اللي بعدها في سورة الأحزاب قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا فيه. اللي بيحب ربنا بيذكر ربنا الأول: لا إله إلا الله 100 مرة، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة، أستغفر الله العظيم، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، دعاء الاستغفار، الحمد لله، بيذكر الله ذكرا كثيرا وبعدين يصلي على النبي. خلي بالك ده المؤمن، ده ذكر المؤمن لله اكثر. انا بذكر ربنا 400 مره وبصلي على النبي 50 100، لكن في ناس ما بتعملش حاجه في النهار الا انها تصلي على النبي طول النهار، وذكر الله فين؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. وعلى فكره حد لفت نظري الى حاجه غريبه جدا، دايما بعد ايات الصلاه على النبي في اذان. في الايام اللي فاتت في حد علق كده: صلي على النبي، هل صليت على النبي اليوم؟ الكلام ده ما يزعلش حد، كلنا بنحب النبي ونصلي عليه. لكن في ناس قلوبها مرض: اشطب، امسح، اقطع، ما تصليش على النبي. ليه يا عم؟ انت بتاذيني ليه؟ عشان كده بعد الامر بالصلاه على الصلاه في اذى حتى لقيام الساعه. صليت على النبي اليوم؟ طب ما صليت وذكرت الله، تذكر الله الاول، تذكر الله 500 مره وبعدين تصلي على النبي 100. ذكرت الله 100 بس تصلي على النبي 10. خلي بالك من النسبة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. في ناس متغاظة أوي من الناس اللي بتصلي على النبي كمان. يعني هو ما دام بيذكر الله ذكرا كثيرا وصلى على النبي، أنت زعلان ليه؟ هي الصلاة على النبي زعلك ليه؟ أنت زعلان من النبي ليه؟ أنا مش عارف، بتشوشك؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إيه اللي مش ملاحظ؟ إن العذاب والأذى جاي بعد الأمر بالصلاة. ملاحظ دي؟ العذاب والأذى جاي بعد الأمر بالصلاة. أما الناس علقت صلى على النبي وبتاع الأذى اشتد على إيه؟ صلى على النبي، وأنتوا تعلمونا الصلاة على النبي، وإحنا بنصلي على النبي من قبل ما أنتوا تولدوا، وإحنا الشغل استوات في إيه؟ فلنتصارع في الخلق. واحد ذكر الله 100 مرة وصلي على رسول الله 100 مرة مثلا زي الفل، أنت عايز أكتر صلي أذكر الله مثلا 1000 مرة وصلي على النبي 100 مرة تبقى أحسن. لكن تقول له لا ما تصليش، امال تعمل ايه حضرتك؟ ما هو ما بيصليش في الجامع، ما بيصليش صلاه الجماعه، هو لا يصلي لله ومش عايز يصلي على النبي. على فكره في ناس كتير بتصلي على النبي وما بتصليش في الجامع. يعني في ناس كتير قوي في البيوت عمرها ما راحت الجامع، ها؟ وبتصلي على النبي. وده يعني معادله مختله. ان شاء الله هنكمل في حلقه قادمه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.